أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيق جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنيا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان. وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السلطان العماني توجه بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.